بعيدا عن لو يعني انا بس عايز تفسر عن السؤال، انت تقصد صدمتك في اني ما قلتش الجثه فين، ولا صدمتك في انك كنت متوقع شكل نهاية اخر؟ يعني اني الفرق عشان ابقى عارف بس السؤال واني الاثنين. لا الجثه فين، انا ما عمري ما وعدت، انا عمري اصلا ما طرحت وتحدى يعني في المسلسل سؤال الجثه فين. يعني المسلسل ما كانش عن اختفاء عن لغز اختفاء الجثه، اين اختفت الجثه. عمر الابطال حتى بينهم وبين بعضهم ما كانوا يعني ما وقفوش مع يعني هات لي مشهد هم وقفوا مع بعض قعدوا يتناقشوا طب احنا الجثه ممكن تكون راحت فين. هم من تاني حلقه اتعاملوا عادي خالص على ان الجثه شيء طبيعي، شيء ما ماشي، ما هو بيحلموا ده العقل الباطن. طب جاوب اكمل وارجع لحضرتك. اوكي فده بالنسبه لانك كنت متوقع نهايه وانا عملت نهايه تانية، انا مش يعني انا ما اعتقدش ان ده عيب. انا بشوف ان ده المفروض هو ده الطبيعي في الدراما. يعني النهايه صادمه، النهايه صادمه جدا، وانا كنت عارف ان النهايه تبقى صادمه، وكنت متوقع رد فعل الناس هتتصدم من النهايه. ما كنتش متوقع حجم الصدمه دي. ليه؟ لان انا اصلا ما كنتش متوقع ان الحمد لله المسلسل هينجح بالشكل ده. ده من الاساس انا كنت بتعامل مع المسلسل لان هو هيبقى ليه نوع جمهور معين، الجمهور ده هيبقى متفهم جدا حجم التجربه، فمن حقك ان انت تعمل نهايه صادمه. ربنا وفق ان المسلسل نجح بشكل اكبر مما كنت متوقع بكتير، فزاد شريحه انت ما كنتش عامل حسابها. فلا طبعا كنت، لكن كون ان النهايه صادمه ده مش عيب صدقني، ده ميزه المفروض. يعني السؤال ليه اخر حلقه في السبع وصايا كانت بنفس اسم المسلسل اللي فات. احنا بس عايز ملاحظه بس، يعني احنا ممكن نوجه اسئله للناس معانا. خلوني نوزع الاسئله. بصي اخر حلقه في السبع وصايا لعده اسباب اتسمت باسم نيران صديقه. السبب الاساسي ان هي بنكتشف فيها ان اقرب واحده ليها طول المسلسل هي اللي خانتها، فهي دي نيران صديقه. ده السبب الاساسي. السبب الثاني هو كان نوع من انواع المداعبه مع الجمهور، يعني اللي حب نيران صديقه اللي حب نيران صديقه اتفرج الحمد لله على سبع وصايا، ف في نوع من انواع انت كده هي برضو عشان ده مش متعود عليه في التلفزيون، متعود عليه في الادب بيحصل ان يبقى العلاقه بين المؤلف وبين الجمهور ان هو يعمل لهم مداعبه بشكل فدي كان تاني سبب. تالت سبب كان استضافه، يعني انا كنت عرفت او انا بكتب الحلقه كنت عرفت ان احنا هنستضيف نجمه من نجوم نيران صديقه، فكانت التلات اسباب مع بعض. ده سبب تسمية الحلقة. لكن لو ليه بقى قناعتي بان الخيانة بتيجي من ده حاجة موال بقى كبيرة قوي. حقيقي ده سؤال حلو قوي انت اللي سأله. يعني السؤال ده بالنسبة لي لان الخط ده بعيد عن علاقته بالجمهور، هو كان اهم خط بالنسبة لي في المسلسل، وهو علاقة المجتمع بالخرافة وازاي كسر الخرافة في المجتمع. ام ام وعرنوس كانوا اذكياء، هم استغلوا موقف، لكن هم عمرهم ما كانوا مبروكين، والا كانت بالتالي فادت نفسها خالص. هي استغلت موقف، لقت ان في ناس مقتنعة بحاجة، الناس دي بيلجأوا لها مصدقين فيها، وهي بذكائها بقت بتشوف كل حالة. هي ما فيش ولا حالة على فكرة مش حظ، هي مش حظ اللي كان بيوفقها، لا هي اللي كان هي كانت بتحل الحالات بانها بذكاء بذكائها. فهو انها هي استغلت ذكائها في انها تخدع الناس في تسديد الخرافه، وهو ده كان اهم خط بالنسبه لي صدقني في المسلسل، لان انا كان علاقه الخرافه بالمجتمع وازاي هو ده النصب ان يبقى في حد. انا من وجهه نظري ان النصاب مش اذكى واحد في الدنيا، لا النصاب هو واحد شاف انت عندك نقطه ضعف فين وقدر يستغلها. فهو هو كان نقطه الضعف في كل الحالات اللي قابلت ام ام وعرنوس هي ان الناس مصدقين انها مبروك، فبالتالي هي استغلت الذكاء بتاعها في حل المشاكل. لكن لا هي ما كانتش مبروكه على الاطلاق، مفيش حد فيهم مبروك نهائي، ما ينفعش. بس في نفس
الوقت انا شايف انه حدوته تقوسة، فبما انه حدوته تقوسة فحدوته تقوسة لسه ما انتهتش، لازم اقول ايه اللي حصل في حدوته تقوسة. لكن هو مش موضوع خوف، بالعكس على فكره، يعني لغايه الحلقه 30 كانت السلطه الدينيه بس في الحلقه مع ظهور، مع اكتشفنا ان ابن كريم ابن اوسا بيساعدها، فكده بقت سلطه سياسيه كمان، فهو ظابط، فكان ممكن يبقى لا. هي النقطه ما كانش خوف خالص والله، هو على كان توضيح اكتر. ده ممكن يكون خطا، ما نجيش عليك، يعني بعض الاخطاء انت مش عيب ان انت تدارك اخطائك، وانا اعلنت قبل كده ان في جمله حواريه في المسلسل في اخر حلقه كنت اتمنى ان انا اعيد صياغتها بشكل اخر لانها اتفهمت غلط. وبرده من الحاجات اللي انا شايفها ان انا عمل طول الوقت ما كنتش بحاول فيه اكون مباشر باي شكل من الاشكال، جيت عند الحلقه 30 وحبيت اوضح بزياده وابقى واضح جدا بزياده، ده ممكن يكون العيب على فكره. العكس، هو كمان عارف، هو مشكله نيران صديقه. نيران صديقه ما جينا في الحلقه الاخيره عشان الحاجات ما وضحتش جدا، هم كل الناس في نيران صديقه، انا اسف لو بجيب اسم بس هو عشان هم مرتبطين بشكل او باخر، ان في مجموعه كبيره من الناس شافوا ان نيران صديقه الابطال ازاي بعد كل اللي عملوه ده، النظره التقليديه للدراما ان هم ما اتعاقبوش، مع ان انا شايف ان هم اتعاقبوا عقاب ما اقصى عقاب يحصل للبني ادمين، يعني ده اتدمروا نفسيا. بس ده ما وضحش، يعني هو لو كان في حلقه تاني في نيران صديقه قلنا ان في واحده ابنها مات وانها هتعيش طول عمرها معذبه، وان في واحد عامل كده، لو ده كان مأثر عليا بشكل كبير في كتابه الحلقه 30، ان انا عايز اوضح ان في واحده ضحكت على بوسي طول الاحداث واخدت الفلوس، بس خلي بالكم الواحده اتعاقبت وبقت ما بتنامش وما كذا كذا كذا، لكن ما فيهوش اي نوع، لان لو خوف حقيقي ما كنتش كتبت العمل من الاول يعني. بص، انا شايف ان من اهم النشاطات اللي بتحصل موازيه لمعرض الكتاب هو ندوات المسلسلات الدراميه والكتب، ندوات عن الكتب، لان ده نشاط ثقافي. يعني المعرض ما هوش بس مجرد معرض للكتاب، هو اسمه معرض للكتاب، لكن هو في النهايه مساحه ثقافيه مفتوحه وحره، وجود جمهور جاي يشتري الكتب، فبالتالي بيشوف ندوه لمسلسل يجي يحضرها، ده في حد ذاته شيء يعني جيد جدا ومبشر جدا. ممكن اهم حاجه بنقدر نطلع منها من ندوه السبع وصايا النهارده ان احنا ابتدينا نتعرف على طبيعه تطور ذائقه الجمهور. الجمهور ذائقته ابتدت تتطور بشكل كبير، ابتدى يسال على نوع المسلسل، ابتدى يسال على طبيعه البنى الدرامي، على ازاي الممثل بيتوحد مع الشخصيه اللي بيقدمها، ودي اسئله بتدل على ان هناك رغبه في التثقف الدرامي، في رغبه في الاستزاده من علم الدراما. وللاسف الشديد عفوا، احنا من الشعوب اللي بتعاني من الاميه الدراميه، معظم ثقافتنا الدراميه بنستقيها من القعده قدام التلفزيون والفرجه على الافلام الابيض واسود، فبالتالي ان يظهر جيل او يبدا تبدا المسلسلات في استفزاز ذائقه الجمهور بان هو يتبحر اكتر في الدراما كي يفهم ويستمتع، انا شايف ان ده كان اهم حاجه خرجنا بيها من ندوه النهارده، لان النقاد والمتخصصين بيكتبوا عندهم مساحه للكتابه عن الاعمال الدراميه. الجمهور ملوش الا الندوات في الاخر، بيقعد في الندوه بيسال بشكل فطري ومباشر تماما وبيطلع كل اللي جواه، فالندوه عاده بتكون فرصه مهمه للاحتكاك بما هو داخل الجمهور والذي لا يتاح له التعبير عنه الا من خلال النوع ده من الندوات. الدراما التلفزيونيه بتتطور تطور كبير جدا في السنوات الاخيره على كل المستويات، على مستوى الموضوعات اللي بيتم اختيارها، على مستوى تقنيات التصوير، على مستوى الاجيال الجديده من الممثلين ومن الفنيين ومن الكتاب اللي بتظهر على الساحه، وهو ده اللي بيجدد دم اي فن في العالم. الفن لا يتجدد دمه الا بوجود اشخاص لديهم افكار مختلفه، لديهم جراءه لطرح هذه الافكار، منتجين لديهم القدره على او الجراءه على المغامره باموالهم من اجل تقديم هذه الافكار، ومن اجل تقديم شخصيات مختلفه وانواع دراميه مختلفه. لو لم يحدث هذا سوف تتوقف الدراما وتموت، لان الدراما او المسلسلات او الفن بشكل عام هو كائن حي، اذ لم يتم ضخ دم في شرايينه طول الوقت، اذ لم يتغذى على المواهب الجديده سوف يموت. وانا شايف الحقيقه ان اللي حاصل في السنوات الاخيره هو ضخ دم ووجود قدر كبير من المواهب اللي الفن هيتغذى عليها خلال الفتره القادمه، وانا شايف ان كمان السنوات القادمه هتشهد تطور وقفزات دراميه واسعه ومبشره جدا بالمقارنه حتى للسنوات الخمسه الاخيره.
بص كل حاجة يعني كل حاجة ممكن تأثر على الدراما، الوضع الاقتصادي بيأثر على الدراما، مزاج الناس بيأثر على الدراما، الحالة الأمنية في الشارع بتأثر على الدراما، لكن في النهاية لو احنا استسلمنا لده الناس هتقعد في بيوتها ومحدش هيشتغل ومحدش هيتفرج على حاجة وهتسود الكآبة، والكآبة هي أولى درجات موت أي حضارة، أن يكتئب أن تكتئب الأمة. بقدر الإمكان الناس بتحاول تشتغل، بقدر الإمكان الناس بتحاول تستوعب ما يحدث في الشارع وتعيد إنتاجه من خلال الأعمال الدرامية، حتى ولو لم تتحدث عن الإرهاب أو حتى لو لم تتحدث بشكل مباشر فيما يحدث سياسيا على مستوى الشارع، ولكن الدراما طبعا بتتأثر، لكن عندنا أمل أن التأثر ده ما يكونش تأثر يصل بها إلى مرحلة التوقف أو الاكتئاب.